يعد الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية جوهر السلامة المرورية التي تعمل على تحقيقها الإدارة العامة للمرور بالتعاون والتنسيق مع كافة مستخدمي الطريق. وفي هذا الإطار استحدثت الإدارة العامة للمرور مجموعة من التقنيات والآليات والخدمات التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية على جميع شوارع مملكة البحرين. سجلت الإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة تقدما متميزا على صعيد السلامة المرورية، كان من بين مؤشراته تراجع عدد المخالفات والحوادث المرورية، والذي جاء نتيجة الجهود المكثفة والأداء المروري من خلال الدوريات المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء البلاد، فضلا عن التعاون الفعال الذي يبديه مستخدم الطريق. تمت الدراسة على الربع الأخير من العام الماضي مقارنتها بشهر مارس وأبريل 2017، انخفضت المخالفات إلى 75%. هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا نظرة معالي وزير الداخلية في مسألة زيادة الضبط وحماية الناس على الشوارع وتفعيل الضبط الإلكتروني. ذي المخالفات لما تم تحييدها وتم خفض عدد المخالفات أثر بالتالي إيجابا على أعداد الحوادث المرورية، فتم خفضها إلى رقم إن شاء الله نواصل إلى نهاية السنة بحيث أن تكون الأعداد أقل وأقل. المواسم اللي تكون فيها بعض المواسم مثل فترة لما يلشت تزيد الحوادث في منطقة البر راح ندرسها بحيث أن ما تي هذه المواسم إلا مستعدين لها في مسألة توعية وتنفيذ قانون، وإن شاء الله تنخفض عن الأعوام الماضية. وقد ساهم انخفاض عدد المخالفات المرورية بنسبة 75% خلال الشهرين الأخيرين بحسب ما أعلن خلال اجتماع مجلس المرور برئاسة معالي وزير الداخلية في تحقيق هذا الإنجاز في إطار العمل المستمر على تطبيق قانون المرور واستخدام الأنظمة الذكية في رصد وتتبع مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية، فضلا عن مشاريع الحملات المرورية التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بشكل متواصل. خلال فترة بسيطة تم خفض أعداد المخالفات في ذي المناطق، لعل من ذي المناطق الإشارة في شارع الملك فيصل بالاتجاهين تم خفض بس في ذي المنطقة إلى 70%. لازلنا بعد بندرس الأماكن اللي ممكن نزيد فيها المخالفات، إذا شفنا أن الرقم مرتفع ندرس الأسباب ونحط لها حلول، راح الحلول تكون جانب توعوي، جانب هندسي، وجانب في تنفيذ القانون، وهي تختص بالإدارة المراقبة المرورية والعمليات. الكل متعاون، هذه دليل أن الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة في هالجانب رؤيتها واضحة في مسألة خفض الحوادث، تكون طرقنا أكثر سلامة ومستخدمي الشوارع أكثر وعي، وإن شاء الله في تكاتف الناس بوعي المجتمع ومستخدمي الطريق إن شاء الله تقل هذه الحوادث وكذلك تقل أعداد المخالفات. ويأتي التزام الإدارة العامة للمرور بنشر الوعي والثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريق ضمن الواجبات والمهام المنوطة بها، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع المرورية التوعوية، ومن بينها إلقاء المحاضرات لكافة مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية وجنسياتهم، وحثهم على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. كل هذه الجهود محورها تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية، وهو أمر يستدعي التزاما من قبل مستخدم الطريق بالقواعد والأنظمة المرورية، يرافقه كذلك تعاون دائم مع رجال المرور.